رحمات وحيد أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لو تاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاء وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم
كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. التكبير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. من أيوا ماذا ما أبشرتي برايم غوديا. Da zamu kyale shi ne zai ya ci gaba da wannan karatu har ayi as-salatu wa har minan-nawm. Wannan yana ɗaya daga cikin talibai na makarantar nan na Ata Al-Qur'ani wanda Maulana Zainul Harka ya sasa. Wannan ba Allah akwai abu kadan da ya mata mu fari game da shi. Ya kasance zai shiga JSS ne aka kawo shi wannan makaranta a cikin shekara uku programin da ake shekara huɗu ya gama. Ya ci gaba da karatun shi na JHS. Abin mamaki da ya tafi makaranta maimakon ya ci gaba da karatun shi yadda aka saba sai aka jan kudin shi. Shi yasa shekara ɗaya kawai ya yi a JSS ya rubuta exams kuma ya fara da zaka yana karanta science a secondary school. Wato Qur'ani ba zai bata ma wato karatu ka na neman ilimi ba kenan. Face taimako ne zai ba. Sai wannan ke tsoro cewa za su dakatar da shekaru kadan cikin shekarun karatunsu na boko su koyi Qur'ani kada su tsoro wannan zai taimaka musu ne a cikin watan karatunsu. Akan haka muna kiran jama'a dukkan wanda ke da damar da shi tsakanin shekara 10 da 15 ya yi ƙoƙari ya kawo shi ya rubuta sunan shi a wannan makaranta saboda shi ma ya samu wannan amfani da danwa Malam Muhammad Sharif Ibrahim ya samu. Allah ya sa mu yi katari.